سلام سلام زلف لاموان، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير، ويكون نهاركم هني وطيب بذكاء الله والصلاه والسلام على رسول الله. زلف لاموان مرحبا بكم، الله شني مرحبا سويدي، انا جديد مرحبا سويدي، انا جديد تزوالا وندينا عطاكم صحه سيسوني تاع لها سيسوني تاع فون سيغتين ميرتن وان لا فيديو بوا سي ان شاء الله اتيلي دي صلاه روتين ثوار مجاح مجاح الميناج وار بزاف كمل مسكنه متاع كارا وستيوم ثاج مثيد لاك كو كومونتير اي دو تونكوراجين ذاك كاسوني مسداوشي مسبولت مع بود لا كور دي سي او بوس دغيا حنت بولتما ابريس داوشي لي سيني دام شتي تنطق سيني دام خدم ني سيني شوز اي سينا انت سي لا بروميير فوا في تخدم ابغى افنس داوشه وين يوفا سيني انطقيد ولا مش تنطيل اسكو سنا اسكو سنا لا ثورا قمه دكي كي نصح فلا شي طوح مي المهم المهم ثورا انت كنت سينا ثخم ثقي نواس وين انا كنت سي لا ديرنيير فوا تخدم ثخم ثقي سورتو تلقى عنو سي لا ديرنيير فوا اتولم في القانس شغل تفال كانت شويه هذا قال لي غالي غاس الزيت مي بصح اكيثيه شغل تفال كانت ساعه وك شويه كي كنس في غات اي ساعه وك يشطح الكارك انا مش كني وك هي صافي كنت تفك لاستوس يعني وني ساعه فو باركي ونا حاشا وني اون تفك لاستوس كي خممت اشكيت. المهم خياتي كيما شفتوا يعني القاعة تاع الشومبرا تاعي قلت لكم شغل عندها كالكير عندها تانيك شغل شغل مصبغه كامل هكا بحاجه كحله ما على باليش كيفاش نديرها. درت لها هكا دي برودوي صح تبدلت شويه مي بصح ماشي مليح. اليوم يعني حبيت نعطي لكم لاستوس كيفاش ديروها على خاطر شغل لقيت هكا كومونتير في الفيديوهات تاعي من بعد عطاوني يعني نصيحه عطاوني لاستوس كيفاش نديرو باش يولي شباب الله الله. دو فاصون راح كملوا الفيديو راح تشوفوا كل شيء راح تشوفوا ديزاستوس راح تشوفوا تانيك روتين بزاف بزاف محفز وفيه نشاط هكا باش تنوضوا لي شغلاتكم نتوما تانيك الى عندكم حوش حوش هكا مرون الى عندكم بيت مرون راح تنوضوا ديريكتومون وديروا الشغل تاعكم. هنايا كيما شفتوا يعني هذا الحوش تاعنا مي بصح خارج مي بصح برا الدار صافي جامي نوريه هكا ما نوريهش هكا بزاف في الفيديوهات تاعي المهم شغل راه برا الدار ومن بعد ما نخرجش بزاف لهذيك البلاصه يعني هذاك هو الطريق هذاك هو يعني الطريق للباب بصح هكا ما نديرش فيه روتينات فوالا. تفاصيل كامل الفيديو راح تشوفوا كامل كيفاش ولا وتاني كي الشومبرا تاعي راح تشوفوها كيفاش ولات وتشوفوا تاني يعني صدمتها هكا شويه راح تشوفوها وتفاصيل كملوا راح تشوفوا كل شيء. ما تنسونيش بايك ديروا لي لايك وتاني كي الكومونتير اللي راح يشجعني. هنايا الحاجه الاولى اللي درناها هكا لي الشومبرا تاعي حبيت نجوز بها حبيت نجوز على القاعه تاعها هكا بلاسبيراتور. لاسبيراتور هذه ماشي تاعنا ماشي تاع دارنا تاع اختي يعطيها صحه يعني انا اللي عيطت لها قلت لها ربي ربي يخليك ربي يحفظك جيب لنا لاسبيراتور تاعك على خاطر رانا معمرين بالغبره. الحمد لله على كل حال دوكا رانا كملنا كملنا هكا لابينتور هكا من ليكستيريور الحمد لله يا ربي. دوكا راح نبداو في الميناج. هنايا حبيت نوري لكم لاسبيراتور هذه على خاطر بزاف البنات اللي قالوا لي لم يوري لنا لاسبيراتور هذيك قولوا لنا الى مليحه السومه تاعها ونشريتيها صافي دوكا راح نقول لكم كامل. الحاجه الاولى بالنسبه للسومه تاعها هي 2,400,000 نورمالمون هكا فوالا. وبالنسبه لا مارك سامسونج بزاف بزاف مليحه يعني ماركه معروفه ماركه يعني انترناسيونال شغل ماشي زعما راني ندير لها لا بوبليسيتي ولا راهي جات هكا يعني جات هكا بارازار راح نقول لكم عليها ونهضر عليها. وثانيا وين شريتيها بيان سور هاد لاسبيراتور هنا يعني اللي شريتها بيديا ومن بعد شغل ديناها كهديه. بالنسبه للبلاصه خياتي شريتها في تيزي وزو اكزاكتومون في لي 12 الا تعرفوا يعني الا تعرفوا لي ريستوران هذوك تاع جيجليان فوالا جيجليان تحت دينا وساني سوا سوا كلا وسالا وسالا تفض تفهمت زنوزوك ليسبيراتور ادا فهمت كي لا مارك كي سامسونج اشكيت لاقيت روق بدات كملا كل ميناج كي ناس تسوي وث الفيتامين سي اشكيت تحيا مليح وصغو كيما لي وايا مليح 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 تسود يوث كي زمان تسداوي مس الطبيب زمان تسداوي مس كان لا فارماسي سوا 75,000 اشكيت تجافي فاصون ان كي نيفا كنت تفكا كي كي بروبليم خدمه و كنا سوا كي كي شويه لينيرجي ان زياده مي بصح استقو صرا خلا استقو صرا خلا دي سبا تستلم زعما كل سكولا خاطي شو ما واجه غير ماني وايا مليح 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 حتى اد ما يوث اثاره اثاره تولي اطرك القرص هذا كي ينحل في الماء. وبالنسبه لشغل
كي تكوني تعبانه بزاف، كي تكوني تعبانه بزاف اشربي كيما واحد كيما هذا، يعني تتباع في لا فارماسي. فوالا تتباع في لا فارماسي، انايا بزاف نحبها مي بصح ما نكثرش فيها. تقول غادي ساتي حياتي ما نكثرش فيها، كي نشوف روحي زعما بزاف عيانه شغل بزاف عيانه راح نشرب واحده هكا كيما هذه. بعد ما ناكل، بعد ما ناكل حاجه، بعد ما نشرب الحليب تاعي ولا ناكل حاجه. وثاني بيان سو لازم تشربوها هكا في السبيحه، ما تشربوهاش زعما كي تجوز كي تجوز ثلاثه كي تجوز ثلاثه تاع العشيه، بالك تشربوها سينو ما راحش يجيكم النوم في الليل. ومن بعد هنا يا دركا راح نوليو لاسبيراتور تاعنا. قلت لكم بالنسبه للادوات خياتي اللي عنده كامل، عنده هذاك العريض هكا باش تجوزي هكا به في القاعه كامل، وبالنسبه لهذا الرقيقه راح تجوزي هكا في المناطق يعني اللي ما تقدريش توصلي ليها بهذاك العريض اللي يهبط هكا للقاعه، ما تقدريش بيان سور هادو باغ اكزومبل هاد البلاصه شغل فوق لي بلانت هادوما ما تقدريش تجوزي بلاسبيراتور بهذاك العرس، لازم تستخدمي هذا. بيان سور كاين اللي عنده الشتاء وكاين اللي ما عندوش، تقدر تنحي الشتاء هذيك اللي عنده يكسع فوالا، زعما في حاجه تكسم الشتاء ثاني يسعى تولي مثل دادي مثوك اكيكي افلاريه في ثوك كي مو كانوا كي مشتح اكيد في مثوك يعني اشكي تي دي فغاف لا كنتي لها مليح مليح يعني. ان شاء الله هذا نعم ممكن ان شاء الله يا ربي راح نشري ثاني كيما حنايا. ومن بعد هنايا يعني هي حابه توري لكم واش عندها كامل فوالا، هنايا عندها هكا ان بوطو شغل تعبزوا عليه باش تنحيوا هاد العلبه هكا، وراكم تشوفوا يعني الغبار اللي كاين في شومبارتي. قلت لكم والله غير عدست كامل نطلع عليها، كي نشوفها هكا معمره بالغبره وثاني كي نشوف بلي الكالاج هذاك تحل كامل والله العظيم غير عيان ما نكذبش عليكم. وبالنسبه لهاد لاسبيراتور عندها بيان سو لي فيلتر كما راكم تشوفوا هكا باش يعني كيفاش نقولوا شغل كيفاش نقول شغل تحذر لاسبيراتور كيني في دامو ميكس على فيلتراني وكي نستادينا لو كيما كان نضون شغل تادياله كوسر كيجي نورمالمون فوالا. شغل كيفاش نقول بالعربيه والله ما على باليش كيفاش نقولها معليش. دو تفاصون لا مارك هذه سامسونج بزاف مليحه، سامسونج يتيح لي تجها مليح وتشي دي فغاف لي كنت لا مارك يعني معروف في بارتو ماشي زعما كاسي خمن لا بيبليسيتي حتى ان كاين شي خمن لا بيبليسيتي شوزي دايد معروف لكن تو ساعات خير كي انت سيتي كي راكي سوفلي دي هذيك شي واحد ليسونسيال كي قد يجي يغزف ليسونسيال يجي ما تيغزف شغل صا ستوك ذا قادم فوالا. هنا يا خياتي كما قلت لكم بالنسبه للخيط هذاك تاع تريسيتي تعبصوا هكا على البوطون هذاك باش يدخل الخيط. بالنسبه للخيط لازم يكون مصقم هكا باش يدخل تفاصيل بزاف مليح تفاصيل تاع حداي اجا مليح مام تواجه مثلا واقي التلوكينيه كي نسوي شغل خدمني القاعه شغل يسعى مام ايتين وطابي استكيضا كي قلت الحاجة الدوغاج شغل تستخدم غيصة طابي تعوض استكيضيك الاثنين يسقى هاي كان نورمال اثان استواجم. اهلا يا خياتي كما قلت لكم بالنسبة للتيوك هذا عنده يعني تعبزو هكا على البوطون على خاطر عنده دو زاستوس شغل واحدة تجوزي بها هكا فوق الفوباكي ولا فوق هكا الكارلاج وحده ثانيه عنده باش تجوزي بها هكا فوق الطابيات فوالا. وكاين يعني راح تبان لكم عنده شيتا راكم تشوفوا دو تفاصون بزاف مليح والله العظيم غير يتكس يعني خلان شغل ينحي بزاف الشغل ما نكذبش عليكم تكس مليح شغل دو تفاصون الا وكان اذا خويا كنتي تتفهموك سي مي زاد مشي تخدم مثلا مشي تفتح مثلا مشي تكسم شي حاجه مشي فصون يسعوك لي امك كما قلت لكم خياتي عنده كاني هكا للدخل راح يفهم لكم كامل كيفاش ديروا به ته وكياتي حدا والله قريت جلا يا نو ما عاود شي نهار كنت تكلت اني اظن القاعه كاع شي سخف ما جامي عاوده اثاه بواحد نظف ولماع اثاه لا مارتيكي ناصح ناس مسوقي ناصح صارف ناصح
فوالا اثنين توا القاعية كيني اسوالي مسخي مشتية اثنين ولي مستمليحة مشتية صعاب وكشغل ذا كنت تسينا امشي راس خدمة السميرة شي طحين نظافة كيني الحكم مليح ومن بعد به بها السميرة غامل ماشي زعما غا تقيمة خلا غا تطلع خطا مو شي تشكل كالا جاكي شو ان كسيا اي كس كان واكيني السيا غا يكس كان واكيني تفهم مسيد تاجو غا خلا غا زيوس اي كسوكو واكي ذا وانت اي كسوكو فارشانا كي واكي وكتيكسه خاطر يقوم اكس كانت سوا من كان نورمال نا س البرودوي نيل بجيجي سنظاف يعني عطات صحة ثاني ديف كان كومونتيرني إمي شغل في كانت يد لامار كان نظاف إن كو غاد واكي يجها ماما كيني يجها تو تحصل تولي مثت هذا خيات نظاف راح ندير هاد الفو باركي باش يتنحى هذا تفاصون بزاف مليح دروكا راح نوريكم كيفاش نديرو راح نديرو هكا قطره منه ونحك وبيان سور راني درت شمختها بالماء شمختها برك ما درتش ما زعما بزاف من الماء شمختها برك هذا ما كان دروكا راح ندير في النظاف على السكينه ولا دروكا راح ندير في النظاف ومن بعد راح نحك نسين نحك بالبالي في 30 روح دروكا هنا يا راني درت قطره داينه سولا حك زيد حك حكيت عشان حكيت مليح دوكا راح تشوفوا لا ديفيرونس كاين بزاف لا ديفيرونس اكو تشوفوا في لا ديفيرونس يعني بزاف كبيره مي بصح قلت لكم ما تخليوش بزاف فوق الفو باركي تاعكم به تحكوا هكا بالبالي يكون مشمخ بيان سور الكالاج لازم يكون مشمخ سينو راح فصو اخر مره ندير لكم على القاعه هاديه على خاطر ديجا لقيت شغل لقيت باللي النظف مليح بزاف وراني يعني فرحانه بزاف على خاطر في البدايه شغل صح درت له هكا دي برودوي زعما تبدل شويه مي بصح هذا صح هذه طاس صح افيكاس نظف افيكاس اي فوالا خياتي دروك هنايا بعد ما كملت الشومبرا تاعي يعني سيقتها مليح هكاك باش يتنحى كامل النظف هذاك بيتو ديروا بالكم على لي طري هذوك تاع الكالاج بالكو زعما تخليو النظف هكا بزاف من الفوق سينو كامل الخيوط هذوك راح شغل السيمان هذاك راح يتنحى ردوا بالكم ومن بعد هنايا بالنسبه للحوش تاعنا راكو تشوفوا فيه يعني كيفاش ولا يعني ولا بزاف نظيف والشباب الله مصقم كل شيء تفاصيل درت اليوم درت ترونسبور على خطر دينا كامل واش ما سحقيناش دينا هكا بالطوموبيل باش نرميوه درت قصة كوفياج ولا سي فواياج هكاك المهم ومن بعد هنايا بالنسبه لهذوما كامل اللي راكو تشوفوا فيهم راح نخليهم هنايا ومن بعد هاد العشيه راح نجيبو التراكتور باش يديوهم كامل على خاطر بالطوموبيل امبوسيبل ندخلهم هكا للداخل امبوسيبل في حدا اسش ماكو شغل الطوموبيل صافي دناوي التراكتور الا المهم دتفاصون يفقدش حاجة زديك تورا خصي ثكنو كش يطوح الوار دو كلية سد نسعسو كذيهن غطا لانو كل شواج ناو نو كلي أزد نخدمو كلي مي ناكو تيدا ثلمي سبول تماغ إن غيق سلا كوردا جينز أخطا يحفيضا ريسينا لا أوحا دروك هنا يا خياتي كيما راكو تشوفو يعني وجدت قشي هكا باش نروح ندوش على خطا ديجا راني طولت ما دوتش حكمت هاد البيجاما راح نديه وتانيك شامبو شوفو هي تانيا كل خطاب واش ندوش مي سانسيل كي نحبها لا فيتي كي نلقاها هكا في الحانوت شغل نحب نديها تالمو مليحه سانسيل كي ما نكذبش عليكم مليحه بزاف دروك يعني بدلو القرعه هادي شغل بدلو لومبالاج تاعها بدلوها وعندي تانيك عطر للجسم هذا ابو سعد قلت لكم ديجا باللي بزاف مليح سورتو هاد الريحه سورتو لا كولور هادي بلو سيال بزاف بنينه صافي ما طاتيوش كامل كي تلقاو الريحه كيما هادي ما طراتيوهاش كامل وهنا يا خيتي كيما راكو تشوفوا يعني صقمت هكا شويه المطرح هذا قلت ما راحش نخليها هكا برك نخليها هكا شغل هكا برك قاعده هنايا ديجا من الغبره راح يشد كامل هذاك المطلع راح يشد الغبره ومن بعد جبت هادو الدرات مازال ما شيتش انايا مازال ما شيتش
حكمت برك درات تاع يما، درات تاع يما ودرتها كما راكو تشوفوا. هذه يعني هذه المخده شريتها جديده اورتوبيديك، مي بصح راح نشري واحده اخرى تاني فوالا. وبالنسبه للطب البنوي مازال قلت لكم مازال ما كملتش، مازال بزاف شغل. قلت لكم هكا غطيت بارك المطله هذيك، وهنايا حطيت هذه شغل جبتهم لهنايا خير ما يقعدوا هكا في التحت وما راح يتكسروا. دوكا خليكم معايا راح نروح ندوش ومن بعد نولي لكم ان شاء الله. ذاكي في واحد حلايا مثل الشوكولا دوش وحسايما يوفى بجوزة غارة اسكو طروية ونشغل لكي نخطط فامي لا دوش، يعني انك نحمل راسي لسوا من نحمل وزا غارة يغر مسد غاس وما نحمل انا ما قولو في دامي اشتوا تحسوا ما نوفى غد وزدي عليا شغل سيدات كنا من ما يلس مضان فبجا مجح يغر اثنشي مغا اخذ روجي مفقوس ناس روجو فقوس تتخذ مغ ناس بسكي لا واضيز إلا شطوح نسبح ناس يتخذ مغا صلا دو فاوي تاجفيد خطاثني تخذ مغا يدانا كنا تاجفيد مليح مي بون وجاش خاكي أي خلا الفحية إلا واضيز إلا تفح إلا وفقوس يا العمي أدخل ما شطوح وفقوس شطوح نتفح شطوح باضي شطوح باضي نفر كي نقدم لجني سي بون أسانوغ شطوح الجو شطوح وسكر غادي فغ دازي دي نشكي أسانوغ سكر في حذايا واحد سنة طنجي ثم قانا خاطر ففقوسني وساعة مزيح مزيح تي زط فهمتي شغل ثم سوس شوية صافي أسانوغ خلا نسكر فوالا فاسو مي تدخل ما تشانتوك ماشي سي وين كي كتشان افروجني انا روحك تو بارطاجيوك واحدة في خمسة كما قلت لكم خياتي. دوكا هنايا بعد ما خرجت من الدوش حسيت روحي فبليت بزاف ولقيت يعني الحق تاعي تاع 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 البطيخ الاصفر، قلت راح ندير سلطه فاوي بيس كاين ريفاوي واحد اخرين كاين العنب وكاين تانيك التفاح راني قطعتهم هنايا قطع صغيره وراح نزيد تانيك شويه من السكر بيس البطيخ هذاك ما عندوش بزاف السكر، زدت زوج مغارف كبار تاع السكر وتانيك راح نزيد نزيد شويه من جو تاع تشينا وراح نخلطهم وندير لهم سيلوفان نخليهم شويه في الفريجيدار شويه برك على خاطر كنت يعني جيعانه وحبيت ناكل حاجه هكا عندها سكر فغاتي حبيت شاف حاجة تاع سكر الا اي فوالا ذاكي تورا تان تورا غات حداي فخمت ني تمشي تفاغ يعني لا ديفيرونس نقوم مليح مليح راكو تشوف حياتي يعني لا ديفيرونس كبيرة في القاعة كيفاش كانت وكيفاش ولات يعني ديفيرونس كبيرة ويعطيها الصحة اللي عطات لي هاد الفكرة على خاطر راهي عاونتني بزاف ونحات لي يعني الغمة في قلبي. إما لا خياتي واش نقول لكم إلى هنا لحقنا لا فان تاع لا فيديو إلى فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسونيش ديروا لي لايك وتانيك الكومنتير اللي راح يشجعني كي نكون تنافي حداي. باي باي مع السلامة.